البحث الطبي اللي كنا درناه هنا في المركز الصحي حي الجديد كنا درناه في 2017. هذا البحث هذا تقريبا بقى واحد مدة ديال عام. البحث علاش كان البحث؟ هذا البحث كان على المعرفة ديال الخزان السكر بالنسبة للسكينة ديال العريش اللي فيهم السكر. ما كانوش كيعرفوا شنو هو الخزان، ما كيعرفوش كاع. والمشكل هو ان بزاف ديال المرضى كانوا كيتبعوا على السكر غير بالتحليله العاديه ديال الصباح اللي هي ما كافياش، خاص خزان ديال السكر هو اللي تعطينا فكره على التوازن ديال السكري، ماشي ديك التحليله ديال الصباح. تقدر تكون عندك تحليله الصباح مزيانه والخزان يكون عندك خزان يفضحك يخرج لك 10 ولا 11، والسكر يقدر يطلع عندك واحد الغرام على الخوا، ادرك السكر غيكون كيطلع عندك من مور الماكله. داكشي علاش كيبان في الخزان كيفضح. الخزان خصو يكون قل من 7 باش يقول الانسان راه متوازن عنده السكر ولا ما متوازنش. حنا هذه القضيه لاحظناها في عريش، بان الناس بزاف ما كيعرفوش الخزان وكيتبعوا على السكر ديالهم غير بالتحليله العاديه اللي هي ديال الصباح اللي كدار على الجوع الخوا. هنا بدا البحث. البحث بدا باش نتاكدوا بعدا من هذه المساله هذه، وتاكدنا منها لان ارقام كتبين بان واحد النسبه قليله ديال الناس هما اللي كيعرفوا شنو هو الخزان وهما اللي كيديروه كل 3 شهور، يعني خصو يدير كل 3 شهور. من هنا انطلقنا باش نديروا الحلول. بين الحلول كنا درنا واحد الحمله يعني على الصعيد للمدينه اللي دامت واحد المده ديال شهرين، وهذيك الحمله درنا فيها انشطه كثيره. من بينها كنا درنا واحد المسيره تحسيسيه على الخزان، وكنا درنا بزاف ديال الندوات، من بينهم واحد الندوه درناها للمستخدمين ديال الصيادله لانهم هما اللي في الواجهه هما الاولانيين اللي كيتلاقاو بالناس، تما درنا لهم عمليه تحسيس على حساب الخزان، ودرنا ندوات تحسيسيه ودروس بالنسبه للناس ديال السكر في المركز الصحي الجديد. وفي الاخر ختمناها بواحد السهره ديال الاندلسي في وسط المدينه، هادشي في الاخر ديال 2017. من بعد جات العمليه ديال التحرير ديال هذا العمل، وبالنسبه لينا شاركنا به في المؤتمر، شاركنا به في واحد الكونكور بعدا ديال الابحاث اللي كدار على السكري في المغرب. والحمد لله كنا حنا الوحيدين في جهه الشمال طنجه تطوان الحسيمه اللي شاركنا بعمل بحث طبي، شاركنا به بين 33 اللي كانوا في المغرب. هذا كان في دجنبر 2019، من مورا راك عارف جات كورونا. يعني شارك به المركز، مركز حنا شاركنا به البحث، انا اللي حررته وقديته، مي العمل هو ديال الفريق ديال المركز الصحي الجديد. دونك شاركنا في هذاك العمل في 2019، وفي الحقيقه كان خدات تنويه من اللجنه اللي كانت ديال التحكيم اللي كانت تما 2019 في ديسمبر 2019، يعني في 2020 كانت كورونا. جات في شهر 11 كان واحد المؤتمر غيدار ديال الاطباء ديال الفيدراليه ديال الاطباء ديال الرباط سالا وقنيطرة، داروا واحد لابيل شكون اللي عنده شي بحث باش يقدموا. حنا دفعنا داك البحث ديالنا والحمد لله فزنا بالجائزه الاولى ديالو ديال داك البحث. كانت عباره على كومينيكاسيون اوغال، يعني بحث اللي تلقى شفهيه. وفي دجنبر في مراكش، هذه الاولى كانت في الرباط اللي في مراكش، هي اللي كانت ديال الاطباء الحاصلين على ديبلوم في ليكوغرافي، نفس الشيء تما كانوا دايرين واحد لابيل شكون اللي عنده شي بحث، دفعنا نفس البحث وخدينا فيه الجائزه الاولى عاوتاني ديال البحث الطبي في هذاك المؤتمر اللي تلقى شفهيا، يعني كومينيكاسيون اوغال. وهذا الثاني كانت فيه واحد الجائزه حتى نقديه ديال 10000 درهم، الاولاني كانت عباره على جائزه رمزيه وصافي. وهذا كيزيد يشجع ان المركز يبقى نعم. هذه الانشطه هذه اللي حسن الحظ ان كان وكبنا واحد النموذج تقاو داك الشيء، وكبنا ديك الانشطه ديال المركز وراح نشرناها، لا كان جا الحظ ديال زعما تقدر معنا الندوات، درت معكم حتى في المسيره داك الشيء. ودابا بالنسبه لي هذا المؤتمر هذا هو اللي ما عندناش عليه معطيات كثيره. هذا جوج مؤتمرات، البحث اللي قدمته يعني كان ممكن شي اضاءه على البحث اللي قدمناه. هو البحث الحقيقه الا شفتي في واحد الفيديو راه كانت في الفيسبوك، يعني كان الرئيس ديال اللجنه ديال التحكيم كان هو البروفيسور هيكل جعفر، هو معروف على الصعيد الوطني، شاد بهذا البحث هذا وشكره بزاف. راه كتشوفوا في الفيديو بان واحد العمل اللي هو جبار، وعمل اللي شنو هما كيجوجيو تحكموا العمل بالفعاليه ديالو والامباكت ديالو على المواطن. دونك على المواطن كان واحد لامباكت زوين، ان الناس صافي ولات كتعرف شنو هو الخزان، ولات كتعرف شنو هو
يعني الحوايج زوينين اللي جاوا من مورا هذا العمل هو الخلق ديال هذه الجمعيه ديال السكري اللي هي خدامه دابا. هذا هو اللي جا من مورا هذا، لان باش تبقى استمراريه ديال الحملات التحسيسيه كان خصنا واحد لو كادر، واحد الاطار اللي يشتغلوا فيه. من نهار تخلقت الجمعيه ديال الرعايه ديال المرضى السكري من موراها باش بقينا حنا كنخدموا مع السكري. يعني الحمد لله ملي تكفل مرضى السكري في العريش الحمد لله غادي مزيان بفضل ديال الفريق ديال جمعيه رعايه لمرضى السكري. ولا شفتي اخر عمل كنا درنا هو اننا درنا الخزان ديال السكر في مراكز صحيه في المدينه هنايا وفي مراكز صحيه قرويه بحال العوامره وزواده، درنا الخزان لواحد المجموعه ديال الناس بالمجان. والعمل اللي كان قبل منه في شهر 7 كنا درنا حمله اسبوع تحسيسي على القدم السكري. باش ندقوا داكشي كاين العمل ديال المركز وكاين العمل ديال جمعيه رعايه. دابا دابا شنو بالنسبه متكامل يشتغل مع بعضياته. فوالا هذا هو الحاجه اللي زوينه في البحث. يعني البحث شنو درنا في الاخر بان من بين الحلول الفريق الاطباء كيشتغل في رعايه وفيه يعني اعضاء ديالو في المركز الصحي. فوالا الاعضاء المركز الصحي هما اللي كيشتغلوا اون كومبليمونتاريتي مع بعضياتهم جوجنا. فوالا تكامليا. واخا هو في حقيقه المركز الصحي في 2017 كانوا كيجيونا لي دوطاسيون كثار ديال الخزان، كانوا كيجيونا دابا ما بقاوش كيجيونا، كانوا كيجيو من الرباط كيجيونا الخزان، كنا كنديروا غاتويتمو مي دابا ما بقاش كيجي من الرباط نهائيا. هادشي اللي كاين